السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم النهاردة عن فترة الحمل وإيه الأطعمة اللي هي المفروض السيدة الحامل تتجنبها. أول حاجة عندنا فيتامين إيه، لو اتاخد بكمية كبيرة بيعمل تشوهات في الجنين. فيتامين إيه موجود بكمية كبيرة في الكبدة، فلازم السيدة الحامل تقلل من أكل الكبدة. ممكن تاخد بعض الخضروات، الجزر، الحاجات دي بتحتوي على البيتا كاروتين وبتديها فيتامين ايه برضو، بس ما بيحصلش منه اي مشاكل. طيب تاني حاجة، في عندنا برضو الاسماك البحرية، بعض الاسماك البحرية مثلا زي سمك التونة بيبقى فيها كمية زئبق ودي خطيرة برضو، ما ينفعش تاكلها. لكن طبعا الاسماك الاخرى بصفة عامة بيبقى فيها طبعا الاوميجا 3 وفيها فوائد كتير جدا للحامل، فممكن تاكل منها وجبتين في الاسبوع ما فيش اي مشكلة. احنا بس بنتكلم على بعض الاسماك البحرية اللي هي ممكن يكون فيها مادة الزئبق. تالت حاجة، في حاجات بتحتوي على بكتيريا الليستيريا. البكتيريا دي بكتيريا خطيرة جدا، بتؤدي الى ممكن اجهاض، ممكن ولادة طفل ميت، ممكن برضو هي معدية طبعا، وبتؤدي الى مشاكل كتير. طيب دي موجودة في ايه؟ موجودة في حاجات ملوثة طبعا، خضروات، اي حاجة ملوثة، ولكن برضو ممكن تكون موجودة في الالبان والجبن اللي هي ما متعمل لهاش بسطرة، فبيكون التعقيم فيها مش كافي، فممكن تكون موجودة فيها. فيبقى اللبن اللي تشربه السيدة الحامل لازم يكون مبستر، والجبن برضو تكون مبسترة، اللي هي الجبن المطبوخة والحاجات دي لازم تكون مبسترة. برضو طبعا ما تاخدش اي حاجة ملوثة، لا خضروات ولا فواكه ولا اي حاجة من الحاجات دي. بعد كده في عندنا برضو بعض الاعشاب زي الحلبة، القرفة، الزعتر، الحاجات دي بتعمل تنشيط للرحم وممكن تعمل اجهاض او ولادة مبكرة. عندنا مادة الكافيين، طبعا الكافيين ده موجود في القهوة والشاي وبعض المشروبات الغازية. فالكافيين ده خطورته في ايه؟ ان هو بيمتص السوائل الموجودة في جسم السيدة الحامل، فبيحصل ان طبعا العناصر الغذائية كلها بتنتقل من الام للبيبي عن طريق السوائل دي. لما بتقل السوائل بيقل الغذاء اللي رايح للطفل، فبالتالي صحة الطفل هتبقى في حالة مش كويس. فاحنا بنحاول نقلل على قد ما نقدر الكافيين، ولو منعناه يبقى افضل. وفي النهاية بشكركم، وان شاء الله نلتقي في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.